مصطفى فتحي، مصطفى فتحي عامل زي ايه؟ عارف لما يكون واحد بيهرب من البوليس ويروح يستخبى في بيت يلاقي نفسه البيت ده جنب الاسم؟ هو مصطفى فتحي عمل كده، مكبر دماغه من المعسكر بتاع هولندا والفلوس بتاعت الاهلي جننته، وهوب مرة واحدة جه مصر اتمسك. في ايه؟ انت عليك تجنيد. عليا تجنيد ايه يا جدعان؟ هتتجند. انت مطلوب للتجنيد. يا سنتك البيضة يا مصطفى يا فتحي. خالد غندور النهاردة نزل على صفحته ان مصطفى فتحي هيلعب في طلائع الجيش. ان مصطفى فتحي هيلعب في طلائع الجيش الموسم القادم. ليه بقى؟ عشان هو مطلوب للتجنيد فهيلعب في طلائع الجيش. يعني شوف الطمع ده كله، وعاوز يروح مش عارف فين، وعاوز يروح فين، واصل التعاون، اصل الاهلي، ادوني 20 مليون، ادوني 50 مليون، وهوب مره واحده، وهوب مره واحده ماله؟ راح طلائع الجيش. فبصراحه انا زعلان عليه الواد مصطفى فتحي، انا زعلان عليه، وبصراحه شكله وحش، يعني شكله وحش قوي بصراحه. يعني هو انا مش زعلان على اللي انا شمتان فيه للامانه، يعني لان هو لعيب مادي وبتاع فلوس، فانا بصراحه شمتان فيه. وانتوا عارفين ان انا بفرح في الحاجات يعني اللي زي كده، يعني انا بفرح في الحاجات اللي زي كده. ده بالنسبه لمصطفى فتحي اللي اتمسك في كمين الجيش، وان شاء الله باذن الله يعني يقعد كده يؤدي الخدمه بتاعته ويكون كويس كده ويسمع الكلام عشان يقضي يعني خدمته ومدته بشكل كويس، ويبقى الاهلي بقى يروح يتفاوض معاه في الجيش، يشوف هياخده من الجيش ازاي والكلام الجميل بتاعنا ده. طيب عندنا ايه تاني عاوزين نتكلم فيه غير مصطفى فتحي؟ وبالمناسبه مصطفى فتحي عنده اصابه مزمنه في الركبه. مصطفى فتحي عنده إصابة مزمنة في الركبة. أقولها لك تاني، عنده إصابة مزمنة في الركبة. فياريت الأهلي يتعاقد معاه وياخده زي ما أخد بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، مش عارف باتنين تلاتة مليون دولار، ولبس بيرسي تاو بيلعب ماتش ويهنج ويقعد يريح 10 ماتشات، وبعد كده يرجع تاني ويهنج ويرجع. أو مصطفى فتحي هيبقى كده. عنده 28 سنة، اتصاب كتير، إصاباته مزمنة بترجع بتتكرر، الإصابات العضلية، وعنده إصابة في الركبة بترجع بتتكرر تاني في صابونة الركبة. فخليهم يشربوه يشربوه. أنا بالنسبة لي أنتوا عارفيني يعني ما تفرقش معايا، تقول لي بقى مين، والله ما بيفرق معايا. طارق حامد وأبو جبل وبن شرقي مشيوا، وإحنا إيه النادي ده؟ ايه يمشي طارق حامد يمشي ابو جبل؟ هلعب واتصدر وهبقى 100 100. اشرف بن شرقي يمشي، هلعب وهبقى 100 100 وجامد واخد الدوري. يتقفل قيد؟ ايه يعني يتقفل قيد؟ هقعد سنه ولا سنتين ما اجيبش لعيبه؟ ده الزمالك ده نادي قادر، والله العظيم الزمالك ده نادي قادر، قادر ويعملها. ولا لعيبه جديده وموقف له قيد ولجان تيجي وحل مجلس اداره والزمالك عامل كده؟ في ايه؟ هاخد الدوري بس يا ابني، ده انت موقف لك قيد ومتنال ب60 نيله. الكلام ده على اي حد؟ هاخد الدوري وهاخد الكاس، انت عبيط يا ابني؟ دوري وكاس ايه وانت موقف لك قيد وانت محلول لك مجلس اداره؟ انت مجلس الاداره بيتحللك اثنين وخميس، يعني اثنين وخميس كده بيتحللك مجلس الاداره، ولعبتك تمشي بنيه البيع، وحسين فيصل ومش عارف مين يمشي مجانا؟ ده انت المفروض تنزل درجة تانية، مش انا. هتعمل ايه؟ هاخد دوري وكاس يا عم. دوري وكاس ايه ده؟ بيراميدز جايب فخري لقاي، وجايب عبد الله السعيد، وجايب رمضان صبحي، والاهلي يعني عنده بيرسي تاو والواد ميكي، وجايب مش عارف الاهلي حسام حسن، وجايب الشناوي، وعنده رجع محمد عبد المنعم. فالاهلي جامد وبيراميدز جامد. انت اديني اماره انك تاخد
مركز رابع، هاخد كاس من الاهلي وهاخد دوري من الاهلي وبيراميدز اللي هم سكواد جامد. طب هتاخده ازاي يعني؟ بالناشئين. ايه النادي الفاجر ده؟ والله العظيم احنا بنشجع نادي فاجر، لا مؤاخذه يعني، احنا بنشجع نادي فاجر. ما ولا بتفرق معاه، ولا بتفرق معاه. جمهوري هيروح الغردقه، جمهوري يروح الغردقه والمحله واسكندريه، ومستعد اروح السلوم، جمهوري هيجي ورايا. نادي عظيم والله العظيم، نادي عظيم، نادي عظيم. طيب تعال بقى ندخل عند ابو الكهاري. الواد كهربا امبارح، طب نبدا احكي لكم حكايه كهربا من الاول. اعلى بس باللايك كده واحكي لكم حكايه كهربا من الاول. معلش انا مش عارف ابص لكم كويس عشان دي العدسه بتاعت الفيسبوك ودي اليوتيوب، فانا معلش تلاقيني ايه عمال حبه فوق وحبه تحت، فاستحملوني شويه. واد كهربا كل لما عاوز يقعد مع اداره الاهلي، يا جدعان يا جدعان ده 50 مليون والدولار عمال بيزيد، يا جدعان ارحموا امي، عاوزين ندفع الغرامه. اصبر يا واد يا كهروب، احنا متنيلين ب60 نيله وخسرنا كاس من العيال الشباب بتوع الزمالك، وخسرنا دوري اهو بنخسره ان شاء الله من العيال بتوع الزمالك، وبيبو عمال يلبس النضاره ويقلعها، وسيد عبد الحفيظ عمال بيطرد، والواد عمال يقول لك اضرب اللايك يا غالي، والتاني لابس لي البدله ورايح كاتب كتاب خالته. فاصبر يا كهربا احنا مش ناقصين. يعني ايه والغرامه والحكايه؟ اصبر يا كهربا بقى احنا مش فايقين لك. هتسيبوني؟ اصبر بس اهدى. المهم فرح الواد كهربا مسك التليفون بتاعه ودخل على انستجرام وراح راقع حته. راقع حته اللي هو انا ايه؟ انا محدش اذاني غير نفسي. فالكابتن بيبو جاي ينام، داخل ينام، بص كده في التليفون بتاعه ودخل على انستجرام، لقى كهربا كاتب انا ما يعني انا ما اذيتش حد غير نفسي. فالكابتن خطيب قال لك بس ده هو بيقول انا اذيت نفسي وشكله ندم. اخ جه تليفون للكابتن الخطيب، ترن ترن. ايوه يا كابتن خطيب الحق، في ايه؟ مرتضى منصور كهربا راح له قال له عايز اقسط العقوبه، قال له عايز اقسط العقوبه، ومرتضى منصور قال له اطلع افضح الاهلي الاول وقول مين اللي هربك وانا قسط لك العقوبه. فكابتن خطيب قال له لا، ده الموضوع ده ما يتسكتش عليه، انا هلبس وهنزل دلوقتي. اجتمعوا في شركه الكوره وقال لك الواد هيفضحنا، الواد كهربا قادر ويعملها، واحنا الزملكاويه ماسكيننا تحفيل، وموضوع النضاره نلبسها ونقلعها كل شويه، وموضوع سعد عبد الحفيظ، وموضوع ان الزمالك اخذ مننا دوري وكاس بشويه العيال اللي مطلعينها الشباب، فشكلنا وحش. راح واخدين قرار يعني كالتالي. الخطيب قعد مع ياسين منصور قال له يا عم ياسين يا رئيس شركة الكورة يا عظيم الحقنا. قال له ايه يا بيبو؟ قال له الحقنا، كهربا هيفضحنا لو ما خلصناش الموضوع بتاعه. طب وانت عاوز ايه؟ قال له حضرتك البنك نوت بتاعنا، حضرتك البنك المركزي بتاعنا، ده احنا من غيرك نضيع، اذا كان احنا بيك بنعمل قرض ب 140 مليون، فما بالك بقى يا عم ياسين يا محترم من غيرك احنا كنا هنعمل ايه؟ ده احنا كنا حطينا شريط تبرعات زي نادي الزمالك اتبرع ولو بجنيه، ده احنا مش عارفين نبني الجامع بتاعنا، عمالين بيقول لك اتبرع للجامع وابني الجامع وخد ثواب وهنيالك يا فاعل الخير. فوالنبي عم ياسين الحقنا. فرح كابتن ياسين منصور او الاستاذ المحترم رجل الاعمال ياسين منصور عمل ايه؟ معرفش مين بيقول والد امام عاشور على اليوتيوب، لو بجد يعني انا بسلم عليك يا حاج عاشور، ربنا يخلي لك امام، والغرامه بتاعت امام اتلغت. ها يا حاج عاشور عشان ايه؟ لو الواد امام قال لك ما اتلغتش وبابا المستشار ما لغاهاش، لا اتلغت يا حاج.
وادعي لي يا حاج ادعي لي. فطبعا انا ما اعرفش الموضوع ده حقيقة ولا لا يعني. اللي حصل اني شركة الكورة في النادي الاهلي هتدفع نص الغرامة اللي هي 1,200,000 دولار، لان الغرامة كلها 2,400,000 الفوائد، هيدفعوا 1,200,000 دولار، وال1,200,000 دولار التانيين يعتبر كهربا هيدفعه. قالوا له خلاص يا كهربا اهو، قالوا له خلاص يا كهربا اهو. على قناة الزمالك انتوا بتشتغلوني يا ولاد اللذينة، معلش العيال على اليوتيوب بيشتغلوني يا رجالة، مني بقى على اللايف الفيس واليوتيوب، فعمالين يشتغلوني ولاد اللذينة. ماشي ماشي. المهم هو ميدو مفيش غيره، الواد ميدو ده اصله مش سالك. ماشي يا ميدو هنتقابل على الجروب. فقالوا الكهرباء هندفع لك 1,200,000 وانت هتدفع 1,200,000 تانيين. قال لهم لا هنجيب لكم 1,200,000 منين؟ ده انا يا دوبك الصبح هو طبق الفول وقرص الطعميه وانا معيش فلوس. يهديك يرضيك قال لك خلاص هنخصم 1,200,000 دول من العقد بتاعه، وهنمد التعاقد بتاعه سنتين ثلاثه تانيين، ويتخصم بقى من التعاقد بتاعه، واحنا هندفع النص بتاعنا. احنا هندفع النص بتاعنا. دي قصة كهربا، وخافوا وترعبوا من كهربا، وقال لك يا ليلة سودة يا ليلة بيضة يا ليلة زرقاء للواد كهربا يفضحنا. بعد بقى ما ايه محلوا مشكلة كهربا، وبعد ما خلصوا مشكلة كهربا، الواد كهربا دخل اخد دش كده وارتاح، راح مسك انستجرام وراح منزل بوست مبسوط بقى. راح قال لك ايه؟ شكرا على النية الصافية والناس بوعودها وافية. الله الله، ده ولا عبد الباسط حمودة في زمانه، ولا عبد الباسط حمودة في زمانه. شكرا على النية الصافية والناس وعودها وافية، قول يا ستموني قول. فالواد كهربا ده لذيذ، والمستشار مرتضى منصور دي معلومة، كان حد كده حبيبه قاعد جنبه قال له يعني ما تقسط عقوبة كهربا، الواد غلبان ويعني وضحكوا عليه وغرروا بيه، وانت عارف بيبو بقى بيقعد يهندل المسائل كده ويخدر اللعيبة اللي بتقعد معاه. فالمستشار قال للمقربين يعني معاه، انا ممكن اقسط عقوبة كهربا ولكن بشرط. ايه هو يا سيادة المستشار؟ يجي كده يقف جنبي في المكتب بتاعي وانا ورايا دولاب البطولات، ويقول له اتفضل يا بيه، قول يا بيه ايه اللي حصل معاك. يطلع كهربا يمسك المايك بتاع الشيخ حسني ويقعد بقى يحكي من اول ما كان في الزمالك، وبعتوا له رساله على الواتس وقالوا له تعالى يا ابو الكهارب، طلع اعترف وفضح الدنيا، كان بها قسطت له العقوبه، قسطها له على سنه بدون فوائد، والله يا بلاش قسطها له على سنه بدون فوائد، ده ولا فيزه المشتريات بتاعت البنك الاهلي. ما طلعش يتكلم وما فتحش بقه، خلاص انا عاوز فلوسي كاش، والاهلي عاوز يدفع الفلوس بسرعه عشان الدولار عمال بيزيد. طب يجي واحد اهلاوي بقى، احنا خلاص دخلنا في مرحله سداد الفلوس، تعالوا بقى اديكم شويه مفاجآت حلوة. يجي واحد أهلاوي، يا بيلي يا بوابين يا زناتير، سياحة اقترب يا معلم، أنت عارف العيال ده مات إيه؟ يقول لك إحنا هندفع الفلوس في حساب الزمالك في الفيفا. هندفع الفلوس في حساب الزمالك في الفيفا. هو الزمالك ليه حساب في الفيفا؟ هي الفيفا بتفتح حساب بنكي؟ لا، امال العيال دي بتقول كده ليه؟ عيال في الترالولي، الواد شعله والواد التاني اللي هو خالتي اللتاتة، بيقعدوا يضحكوا عليهم، ادفع في الفيفا يا غالي اضرب اللايك، والتاني لابس البدله وضارب الحته الزفره وعامل لك فيها ايه؟ يعني اللي هو عم اسماعيل اللي هو وكيل اول يعني إدارة الحسابات في شركة السكر للدهلية. فمفيش حاجة اسمها تدفع في الفيفا،
مفروض اني يا اما تدفع في حساب الزمالك البنكي وبيتاخد بيها اشعارات، يا اما بتدفع لاتحاد الكوره. فيجي واحد اهلاوي ذكي برضه غير الاهلاوي التاني الذكي، يا ابني يا بابين احنا هندفعها في اتحاد الكوره عشان انتم عليكم مديونيه لاتحاد الكوره، فهندفع الفلوس خلي اتحاد الكوره يستفيد بيهم وانتم مش هتستفيدوا بيهم. ده برضه واد اللي هو ودنك منين يا جحا؟ يقول لك ودني ايه؟ طب ما ايه؟ لا. ايه بقى الكلام ده؟ اولا اتحاد الكوره لسه ما تعرفش المبلغ اللي على الزمالك قد ايه، لان في لجنه قاعده من الزمالك واتحاد الكوره قاعدين مع بعض بيشوفوا بيعملوا حصر للفلوس المديونيه بتاعت الزمالك. هنفترض طلعت المديونيه 50 مليون مثلا، وهنفترض اتحاد الكوره دي خد الفلوس وقال لك دي بتاعتي دي بتاعتي، واتحاد الكوره خد ال 50 مليون كله، هل انت كزملكاوي تفرق معاك في حاجه؟ لا. ليه؟ ما كده كده الفلوس دي هتدفع وكده كده دي مديونيات عليك، فريحتني من بند كتر خيرك، ريحتني. مش ال 50 مليون دول مثلا هدفعهم انا كده كده لاتحاد الكوره؟ جه الخطيب قال لك يا زمالك ايوه يا عم بيبو، لا خلي عنك انا هدفع لك مديونيه اتحاد الكوره، وانت خلي الفلوس اللي عندك بقى للتعاقدات والمستحقات والصفقات والكلام ده كله. شاكرين يا بيبو. راحوا اتحاد الكوره خير وبركه، دخلوا جبنه خير وبركه، ما تفرقش معايا، ما تفرقش انا قاعد وماسك السيجار وعمال بشرب السيجار وانت عمال بتفرك تجهز الفلوس ازاي. والله بقى دفعتها لاتحاد الكوره اهلا وسهلا، ما دفعتهاش لاتحاد الكوره برضه اهلا وسهلا. هل تفرق معاكم في حاجه ولا تفرق معانا في حاجه؟ ولا تفرق معانا في حاجه.